طيب شيخ، السؤال الثاني معلش. آه. ذهب قد تم بيعه ولكن لم يبلغ النصاب، يعني هل في تجديد على نفس إذا خرجت ال 2.5%؟ هو لم يبلغ النصاب إذن ليست عليه زكاة، لكن هل له مال آخر؟ صاحب الذهب له مال آخر يضم إليه أو لا؟ نعم شيخ، السؤال الأخير. أنت فهمت الجواب ولا ما فهمت؟ فهمت الجواب؟ نعم شيخ. طيب الحمد لله، تفضل.